ذكرت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية أن الاحتمالات تشير إلى عدم تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي المداري المرصود شرق بحر العرب خلال الأيام الأربعة المقبلة، مؤكدة على استمرار متابعة المنخفض الجوي المداري. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف حامد بن أحمد البراشدي، رائد جوي من المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية. حامد، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الحالة التي أشرتم إلى أن أجواء السلطنة لن تتأثر بها؟ نعم، طبعا مساء الخير لجميع المشاهدين. مثلما تم تداول الخبر، تم رصد منخفض جوي مداري. حقيقة مركز المنخفض حاليا أقرب إلى السواحل الهندية، دعنا نقول في الجزء الشرقي من بحر العرب وبعيد جدا عن سواحل السلطنة. لا زال المنخفض المداري في طور طبعا التقدم خلال الأيام القادمة، ولكن أهم ما في الموضوع حتى الآن لا توجد أي مؤشرات جيدة لتأثر أجواء السلطنة مثل ما ذكرتم، طبعا أجواء محتملة جراء هذا المنخفض بتأثير مباشر خلال الأربع الأيام القادمة. هنا تتم طبعا المراقبة الدقيقة لهذا المنخفض. مثل هذه المنخفضات المدارية تتطور بشكل سريع حقيقة، هناك مؤشرات لاحتمالية تطور هذا المنخفض إلى منخفض جوي عنيف خلال الأيام القادمة، ومن ثم ربما حتى إلى ما هو أبعد إلى عاصفة مدارية، ولكن حتى الآن لا يمكن التكهن بمسار المنخفض أو حتى يتطور بمسار العاصفة من الآن. جميل. حامد، في حال يعني تحول هذا المنخفض إلى منخفض جوي عميق، هل يعني يحتمل تغيير مسار المنخفض وربما يعني لسبب أو لآخر تتأثر أجواء السلطنة؟ هل هذا وارد لديكم؟ نعم، وارد حقيقة، طالما أن السلطنة أو سواحل السلطنة مشاركة في الإطلالة على مياه بحر العرب، إذا فهي جزء من الاحتمالات بالنسبة لمسار الحالة الجوية. لنكن صريحين، حتى الآن معظم النماذج العددية لا تتوقع مسار الحالة نحو أجواء السلطنة عدا ربما نموذج واحد هو الذي يدفع بالحالة الجوية نحو أجواء السلطنة، لذلك حتى التوقعات أو الاحتمالات متضاربة فيما بينها. الأيام القادمة أو اليومين القادمين دعنا نقول تشكل جيد سيكون بالنسبة للحالة الجوية وأيضا بروز لملامحها، ومن ثم يمكن الحديث بشكل أفضل عن مسار الحالة. طيب، هل يمكن يعني أن يحدد وصول هذا المنخفض إلى السلطنة؟ هل يمكن تحديده في حال وصوله إلى السلطنة خلال الأيام القادمة، يعني غدا أو بعد غد أو بعد 4 أيام مثلا؟ هو نعم، من الممكن تحديد مسار المنخفض أو حتى أن تطور إلى عاصفة من خلال مراقبة الأوضاع الجوية المحيطة به وقت التطور، مراقبة الفروقات في الضغط الجوي، الرياح العلوية وما يسمى بالرياح القصف. هناك أمور كثيرة حقيقة تجري مراقبتها، وهذه الأمور عناصر طقس تتغير بين يوم وليلة. لا يمكن الجزم من الآن بمسار محدد للمنخفض أو للحالة الجوية بشكل عام قبل أن تتطور، وتتطور معها أيضا العناصر الجوية المحيطة. ولكن هناك فرص موجودة طبعا لتأثر أجواء السلطنة، ولكن للأربع الأيام القادمة دعنا نقول لا توجد أي تأثيرات أو لا توجد مؤشرات لأي تأثيرات مباشرة جراء الحالة الجوية على أجواء السلطنة للطمأنينة. نعم. حامد، نستثمر وجودك معنا في هذه النشرة. ربما يعني ورد إليكم كثيرا الحديث عن يعني حالة مدارية أو إعصار، تردد كثير في وسائل الاتصال وهناك تخوف من كثير من الناس. يعني كيف ترد الأرصاد الجوية على هذه يعني الأقاويل والتي ربما يستقيها البعض من مصادر أخرى غير مصادرنا وهي الأرصاد الجوية؟ نعم، هو بطبيعة الحال موسم تكون الحالات المدارية عادة يكون نشط في شهري مايو ويونيو وأيضا أكتوبر ونوفمبر، وهذا دائما ما نؤكد عليه بكل شفافية. العوامل الجوية المحيطة أيضا إيجابية لتشكل الحالات المدارية بشتى أنواعها. الحالات المدارية تبدأ من رصد منخفض جوي مداري، ومن ثم تعمق المنخفض ربما يتحول إلى عاصفة تحت ظروف جوية مناسبة ويطلق عليه اسم في هذه الحالة، ومن بعد العاصفة قد يتطور إلى إعصار. هذه الأمور كلها متاحة، ولكن
كلما تأخر الوقت حقيقة في شهر يونيو خصوصا بعد الأسبوعين الأوليين طبعا تضعف عوامل قدوم أو تشكل الإعصار بالقرب من سواحل السلطنة، نظرا لهبوب نشاط هبوب الرياح الموسمية اللي هي دائما تكون طبعا متسببة في برودة مياه البحر التي لا تتناسب مع ظروف تكون الأعاصير. إلى الآن الظروف الجوية بالقرب من سواحل السلطنة ليست جيدة لتعمق الحالة الجوية حتى وإن تعمقت في عمق البحر عندما تقترب، وهذا ما هو محتمل عندما تقترب من سواحل السلطنة ستبدأ بالضعف إن كتب لها طبعا هذا المسار. إلى الآن كل الأمور متاحة في بحر العرب وتجري مراقبة الحالة بدقة. في هذه الأثناء حقيقة ننصح بعدم الاستماع خصوصا إلى المصادر الخارجية، لها كل الاحترام هي مجرد اجتهادات، ولكن مثل ما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، نحن هنا نرصد ونحلل ونستنتج ومن ثم نستخلص المعلومة ونبثها بكل شفافية للأمانة وفق ما نرتئيه من تأثيرات لأجواء البلد بشكل خاص. حامد بن أحمد البراش دراسة جوي من المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية، شكرا لك على هذا الإيضاح.